صحيح. أول حاجة أقول الحمد لله بعد المباراة نجم نقول الحمد لله على اللي توافقوا على الخناقة ما كانوش سهلين. بالنسبة لنا كنا عاقدين العزم الحقيقة باش ناخذوا الفيكتوار اليوم باش نسهلوا المأمورية على رواحنا باش نكملوا الباركور هذا نتاع الشامبيونا اللي بديناه معناها من أول السيزون تعبنا عليه برشا. اليوم لقينا معناها أدفرسير محترم جدا كان عنده دفع معنوي كبير من الجمهور نتاعو خلقنا برشا. اليوم الريسيت كانت صالحنا ما كانوش بونتوات في وقت مهم ياسر مالغري اللي صار شويه ريلاشمون بعد بونتو الثاني ولكن في ساعه رجعنا خاصه مع الكوريكسيون مع سي خالد في الميتان دونك لا ريغور رجعت لتا ديسبري رجع كنا الاولاد يعرفوا انه الميتان هذا اونت بارونتيز معناها الميتان تاع سيزون برافو ليهم معناها على تا ديسبري حبينا نقطعوا الماتش بونتو ثالث ما حلفناش الحظ اما لو بليز امبورتون رول ديفونسيف اللي كان بيان ابليكي من الاول. دخلت الدوزيام ميتون برشا الدوزيام ميتون سي توت افي نورمال افيك ان بو دو انتيليجونس ربحتين بلاش ماكش تاخذ لي ريسك باش تطلع في السلاقس دونك تاخذ تاخذ لي تروا بوان خير ما تقدم تقعد تباسي شويه. شفنا ما فماش معناها معز ما تقلقش برشا ما تقدري اللي كانوا فما شويه عرضيات معناها بالسنتراج على الجناب مي كنا حاضرين واقفين اهم حاجه اللي شويه ما مشاش معنا وما صغرناش لي كونتر تاع الكوره. نجم نقولوا انه الانتصار كان اسهل من اللي كنت تتوقع؟ لا ما كانش ساهل خاطر شفنا ادفرسير محترم برشا وشفنا ادفرسير موتيفي اليوم حاب ياخذ الكوره. هذا هو اللي خايف المباراة أنك في الوقت الصعيب خليت زوز أهداف بطريقة سريعة معنا شدنا هدف ضد مجرى اللعب وقت اللي كنا احنا شادين الكرة عنا وعنا الهجوم وعنا الهدف الأولاني عنا احنا خلينا هدف معنا خلينا معنا مسنا شوية على المستوى الثاني رغم ذلك حاولنا باش نرجعوا كنا احسن على مستوى امتلاك الكره والضغط على الهجوم والضغط على دفاع المنافس مره اخرى ناكلوا هدف بطريقه معناها غريبه لانه على تماس على وضعيه احنا في زياده عدديه في مناطقنا ناكلوا هدف صعيب انك في توقيت مبكر في 20 دقيقه 25 دقيقه بعد ما كنت انت عندك المبادره وعندك فرصه تلقى روحك متاخر بزوز اهداف أكيد أنه بعد الهدفين فما فترة فراغ فما ممكن بعض الدشي في اللعب خسرنا كرات في الهجوم كيف كيف ممكن على مستوى التمركز ما كناش جيدين كما قلت لك معناها 2-0 في توقيت كما ذاك أثر على اللاعبين لكن حاولنا باش نرجعوا نظمنا صفوفنا كي نشوفوا مجمل حجم اللعب الكرة أكثر شيء عندنا مرة أخرى حتى في الشوط الثاني رغم التغييرات مرة أخرى نضيعوا فرص يعني في مباريات كيما هكا مع فريق كيفنا كيف ومعنا في نفس المستوى المنافس يستثمر الأخطاء أن يسجل وأنت تضيع فرص حقيقية معناها صعيب برشا في الأذان وصعيب برشا باش ترجع في المباراة وأنا الحاجة السيئة جدا أنه تلقى روحك بعد المجهود تخسر نتيجة مرة أخرى ممكن نفس السيناريو نتاع مباراة النجم الساحلي تكون انت ممكن المبادر تكون عندك الفرص لكن مرة أخرى تلقى روحك تنهزم هزيمة قاسية وموجعة وما نستحقوهاش الحقيقة مقارنة كي نحسبوا الفرص منا احنا ومن هما ممكن احنا أكثر وأوضح على مستوى الإهدار كون أكثر 6 أمتار بطبيعة نتحملوا مسؤوليتنا ما مش نتحملوا المسؤولية نتحملوا مسؤوليتنا هزيمة كما قلت لك موجعة لازم لازم نطويها توت سويت بعد نهارين 3 ايام على مباراة اهم في سباق الكاس لازم نركزوا اكثر ونحضروا احنا اكثر لمباراة الكاس. سي سير لو بلون مون شار سي غازي باش يكون عندك خدمة كبيرة في ظرف وجديد ما كناش شايفين. الجانب الذهني باش يكون عنده حق في الفتح الملعب هذا امر واضح.
طبيعي شوف انا نذكر اني جيت في وقت صعب، جيت في فترة حساسة، معناها مباريات هامة في ظرف صغير، كل العمل رغم المجهود اللي عملناه على المستوى الفني والتكتيكي، لكن كان فما عمل كبير على المستوى الثاني، نحاولوا معناها بكل ما أوتينا من جهة نعمل واجبنا باش معناها وفات النتيجة اليوم دخلت التاريخ، لازمنا عندنا مباراة بعد 3 أيام، لازمنا نركزوا أكثر، لازمنا على المستوى الذهني برشا عمل، برشا تركيز باش نجمو وننجحوا في المباراة. خاصة التركيز على بالنسبة لرسم الميدان بالذات اللي خلى شوية نادي الريسيرس تعب شوية على مستوى البنية تاع الهجومات. والله وسط الميدان في اعتقادي لعبنا في الحقيقة بأربعة مدافع بأربعة لاعبين وسط، يعني بدينا المباراة 4-4-2 لاعبين وسط وزين مهاجمين، المباراة على أكثر الهجوم، يمكن الأهداف اللي خديناها هي اللي خلتنا معناها يمكن نفقد التركيز نفقد التوازن تاعنا ونضيعوا كرات، معناها هذا هو اللي صار، يعني دخلنا هذاك بلون دو جو باش ناخذوا كرة باش نمشيو أكثر المنافس، لكن نقبل الأهداف أكيد باش تمسك والتنظيم بتاعك يسترد. حسيت شو جاية حبيت على كمل أخي طبيب قلي لا ما تجيبش كمل خلاص وكهو إن شاء الله غدا نصور إن شاء الله لبس بنتو في وقت سعدي في وقت وعمد ورشادي معك فريق نادي ريس فارسي لعب حب يظهر معناها إمكانيات وطاقات اللي موجودين وإحنا معناها حبينا معناها نشدوا الماتش وخطر حاجتنا بالفيكتوار ونايو معناها بريمير ميتون تقريبا انا جيري حتى الساعه حتى لين ماركينا بونتويت انا تريبيان جيري لو ماتش لعبنا معناها تقريبا كيما احنا حبينا ونا كري لي زوكازيون ماركينا بعد الاولاد صاروا لنا دو بروبليم تاعو في سوفيزونس اسرائيل ساعات تنسر يعني اسرائيل احنا نلعبوا ضد جمعيه صغيره كلوب سفاكسيا عندهم لاعبين كبار فوق توغار توجور معناها لا كونسونتراسيون باش جمعيه صغيره اللي تفاق لك قدامها دونك معناها اون اون شوت دو كونسونتراسيون في لي كاز ديرير بعد اون روبي او سي او نيفو دو لا كونسونتراسيون دو لا ريغور ديفونسيف معناها اللي كملنا الاكسيميتو اما تراجع في الشوط الثاني يعني توصيات ولا اللاعبيه مونتالمون لا 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 خليني نقول لكم كل حاجه شويه خليني نقول لك كروكس فاكسيان معناها عارف الكتاب كل ثقله معناها للتيران بالقوه نتاعها بقوه اللاعبين نتاعها وبعد عارف احنا في حاله اللي فو سافوار جيري لو ماتش خاطر لو دوزيام ميتون تاع كروكس فاكسيان تاع اليوم سي اون معناها اون ميتون ريفيرونس اللي ساعات يصيروا لنا ماتشات اون دوا معناها سو باتر وسوفرير باش نجموا نكسوا الماتش مرحبا بكم